طب نسمة بدنا نقول لك ألف مبروك من موقع خبر عاجل. نسمة تستحق اللقب عن جدارة، وأول خبر عاجل أول من أعلن النتيجة قبل بساعة، وأعلن النتيجة أول ما بلش البرنامج أصلا إنه نسمة حتكون عننا وعن نسمة كلام حلو خبر عاجل. الله يخليك. أول من شكر في بنتي وظهر إن هي فعلا فنانة خبر عاجل، لذلك أنا أحيي موقع خبر عاجل. الله يخليك يا رب. والله العظيم أنا كنت لما بحب أرتاح من المواقع اللي بشوفها بخش على موقع. الله يخليك يا رب، شرف لنا عيدا. شو بتحب تقولي بالمناسبة الحلوة والرائعة جدا؟ قول ألف مبروك للوطن العربي إن في واحدة زي بنتي، مش عشان بنتي بس عشان هي فعلا تستاهل إنها تكون. نحن بدنا نقول لك إنه بنتك شرفت مصر كلها، ومش بس مصر، شرفت كل الدول العربية بأخلاقها وبصوتها وبثقافتها وبفنها. الحمد لله إحنا ربيناها بما يرضي الله، ولما لقيناها موهوبة علمناها بما يرضي الله، كنت بتوقع انه هي تاخد اللقب؟ متوقعه، بس طبعا الحاجات دي بيبقى فيها يعني عارف لعبه حظ، صح؟ فانا بخاف من لعبه الحظ، انا كنت بدعي لها. شو بتقولي لاحمد ابن بلدها؟ بقول له ربنا يبارك له، هو نجم، ولو احمد خده كان هتبقى سعادتي هي. نعم. لان ده الوطن العربي. احمد زي نسمه زي ساره. نعم. ساره برضو سوريا، دي بلدنا. نعم. اي واحد فيهم يكسب، بس انا عشان بنتي، بنتي نسمه، يعني طبعا اي ام عايزه بنتها تكسب، لكن صح. والله ما كنت هزعل لو حد. حلو حلو. انا كنت عايزه احضن بنتي. حلو. اكيد اكيد طبعا. دايما هيك يا رب. اكيد طبعا. اسمع ستار اكاديمي 8 الموسم الثامن حصدته بنجاح، صوت اوبرالي رائع جدا وصوت عربي سمين جدا. شو بتقول والدة نسمة اليوم لكل المشاهدين العرب؟ بقول الاول بشكر الاكاديميه، انا بنتي يعني من زمان وهي بتغني في تبع مدرستها وتبع جامعتها، ولكن كنت زعلانه جدا ان الوطن العربي مش عارف، فانا بشكر الاكاديميه اللي فتحت لها المجال. شو بتقولي لامهات احمد وامهات ساره ايضا اللي بتقولي له هارد لاك؟ لا بقولش هارد لاك، ده اولادهم نجوم، ليه هارد لاك؟ ده ساره ما شاء الله صوت جميل طربي جميل جدا، واحمد ابن بلدي اسم الله عليه، ده خد لقب عند عبد الحليم، ربنا يبارك لاحمد ونجم، وساره ونجمه، القصه زياده ايه لقب ولا حاجه، الثلاثه نجوم، ربنا يوفقك. نسمة طبعا نسمة حتتابع مشوارها اكيد، خبرينا مين حيدعمك غير اهلها؟ ان شاء الله ان شاء الله. مين حيدعمها لو حد؟ مين حيدعمها؟ شركه انتاج معينه؟ مين حيدعمها؟ ولا اي مع الاكاديميه، انا ما اعرفش اي حاجه لسه والله. يعني ستار سيستم؟ لا 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 سيستم لا. لا ما اعرف، انا مش فاهمه الحكي. اوكي شكرا شكرا. مبروك على كل حال، مبروك على مصر. واحده زي نسمة. الف مبروك لنسمة. والله يا ابني ان انا بيجي لي مكالمات من العرب بيقولوا لي ربنا يخليها لي، هو ده حاجه شويه. وبشكر الناس اللي دعموها، الاميره مودي والاميره نور والاميره نوف وكريم كامل، دعم بنتي غير طبيعيه غير طبيعيه، ربنا يبارك له كريم حق جاي النبي. وكريم كمان نجم. قدي نجاحها وتتويجها اليوم شفق غليل المصاري بالنسبة للثورة اللي صارت وهالأزمة السياسية اللي صارت بمصر؟ لا، الأزمة السياسية اللي عندنا في مصر دي يعني بين الحكومة وبين الشعب، احنا بنعدل وضعنا، احنا الحمد لله بلد يعني مستقرة، وان شاء الله هتتعدل. الشعب المصري مخه كبير ويعرف ازاي يتصرف ويعرف ازاي امتى وإن شاء الله نسمع تصلي قريب الجميع. تحيا مصر. إن شاء الله وتحيا مصر. ولد نسمع، شو تحب تقول لبنتك اليوم؟ ألف مبروك. وسارة كمان ألف مبروك على وصولهم للفاينل، ويعني أنا أعتقد إن لو كان لأي واحد فيهم كان خد اللقب كانت نسمة تفرح كثير عصر قوية. بس كيف بتوقع إنه اليوم نسمة تربح؟ كيف بتتوقع؟ كنت بتمنى ما عرفت طبعا يعني، بس أنا الأمانة الشديدة أنا شفت المشهد دوت امبارح في الليل. نعم. حتى لما لقيت إن أحمد وقف في النص زعلت قوي من المشهد، مش هتطلع اول ما تبدل حسيت المشهد هما الاثنين عشان نسمع هذا الطلب. شفت المشهد
شعور لا يوصف، ولكن حاول توصف لنا شعورك اليوم بنجاح نسوان. حاسس يعني مالك الدنيا يعني مين حامل صورة مين؟ هلا لنشوف. ألف مبروك. نحن بالنهاية من قصة خبر عاجل بنقول لكم ألف مبروك يا رب، وإن شاء الله تستمر بنجاحها وبتتابع مشوارها الفني يا رب. كلمة لكلكم رأى خبر عاجل شو بتحب تقول لنا؟ يا رب يوسع موقع خبر عاجل، وأتمنى دائماً يكون صادق بكل معلومات. شكرا يعطيك العافية. فوت سيارات مشان الأغراض. بليز. امشي بالشهر امك بليز اعملي معروس يا دينا بان. رجعت على بيروت. عم تقول ايه؟ بدنا ثلاث سيارات. رودولف أراكسي و ما بعرف مين كمان بليز. نفس المهندسين عاملين البريدجز. أيوة. اكيد بدك تحس حالك. الو أراكسي. استاذ ناجي شو بتحب تقول لنسمة بفوز اليوم؟ بحب إلا مبروك وبرافو عليها وبتستحق لها. يلا كنت تتوقع انه نسمة تربح؟ نعم. شو بتحب تقول لسارة وأحمد؟ بحب أقول لسارة وأحمد إنه هني كمان ربحوا. هني كمان ربحوا. هني كمان. شو بتتوقع لنسمة كصوت أوبرالي؟ بتغني أجنبي، بتغني عربي، بتغني كل شيء. شو بتتوقع لها بالمستقبل تعمل؟ أنا ما بتوقع لها، بدي أنتوا أنا ننطر ونشوف. أعطيها نصيحة لنسمة. أعطيتها كل النصايح وبفتكر ما بقى بحاجة. قدي شاطرة كده بصفك؟ كتير شاطرة. Thank you كتير لك.